سيسمات كو ال. اليوم غادي نشوفو تيوغيم ديال انرجي سينيسيك واش كتقول لنا التيوغيم هادي، حتى هي يكون عندها الحالات بالنسبه لواحد الريفيرونسييل واش هو غاليليا ولا نون غاليليا. اول حاجه نقدر نبدا الكبيره يعني فهاد لينيرجي سينيتيك باش تمشي معايا مزيان باش نبرهنوا على ديك التيوغيم دو انرجي سينيتيك، نبداو بالترافاي دون فورس صافي. الشغل ديال القوه تيسناه من قبل ولكن غير واحد تذكير باش نعرفوا داك الشيء فين ماشي. بالنسبه للترافاي دون فورس، ترافاي ديال هاد لا فورس هادي من واحد مثلا من واحد او حتى الام مثلا شنو غتكون كتساوي ليا؟ راه هي داك الفورس وهنا سكالير شنو داك او ام يعني المسافه او ام كنديروها فيكتور يعني من او حتى الام غتكون هنايا او ام فيكتور دو بوزيسيون. اذا هذا بالنسبه للترافاي ممكن نكتبو يعني حيت البرودوي سكالير شنو قلنا يعني الترافاي هنايا ديال اف من او حتى الام ممكن نكتبو بحال هكا حيت البرودوي سكالير شنو قلنا هو الماندام ديال داك المنتجيه الاولى اللي هي اف الماندام المنتجيه الثانيه اللي هي او ام في الكوسينيس ديال الزاويه اللي كاين بيناتهم ما بين اف و او ام صافي. هذا هو البرودوي سكالير، هذا هو الترافاي. حنا ما كنحتاجوش الترافاي باش نبرهنوا عليها، كنحتاجو الترافاي اليمونتير صافي الشغل الجزئي الترافاي اليمونتير. حنا الترافاي اليمونتير كنحتاجوه في شي حالات خاصه يعني فين كنقدر نمشي نشوف الترافاي اليمونتير مثلا اللي كانت هاد اف هادي ماشي كونستون كنمشي نشوف الترافاي اليمونتير. الا كان عندي واحد التراجيكتوار كيرفيلين يعني داك الغوبير ديالتي كنحسب باش كنستعمل حنايا يعني الترافاي التراجيكتوار كيرفيلين يعني في كنستعمل داك الغوبير ديال فريني كيكون داير بحال هكا. حنا الشغل ما نقدرش نحسبوه، عندي انت مثلا هذه هي او وهذه مثلا هي ام. هنا لاحظ معايا اف داك الفوكس عاوتاني هنا الفوكس هو هذا يعني راه ماشي كونستون، ها هي اف. باش كنمشي ندير انايا كنخدم بالترافاي اليمونتير من بعد كندير لانتيغرال من داك او حتى الام وكنلقى الترافاي يعني كنلقى داك الشغل الكلي. حنا الترافاي اليمونتير يعني انا كنعرف الترافاي هذا هو الاكسبريسيون ديالو. هنا غنبقى نخدم غير على اجزاء يعني بغيت الترافاي هذايا بغيت الشغل اللي كيدير لي هاد القوه هادي هنا يعني ما بين هاد او وهاد ان هادي هاد البوان ان فشنو ندير او ان. شنو هي او ان؟ واحد الجزء من هاد او ام. او ان هاد او ان هاد المسافه او ان ما هي الا جزء من او ام يعني غنبقى ماشي بحال هكا يعني دي يعني الترافاي اليمونتير دي ديالت اف من واحد ا ولا من واحد او حتى ام شنو كتساوي لينا؟ راه تبقى هي داك الفورس ولكن عادي يكون عندي شنو عادي يكون عندي هاد او ام كنبقى ندير اجزاء كنبقى نخدم على اجزاء هو دي ديالت او ام. هذا هو الترافاي اليمونتير صافي مزيان. إذن هذا هو الترافاي اليمونتير. بغينا حنايا داك الشغل الكلي يعني ترافاي من او حتى الام ديال داك لا فورس اف اش كنجي ندير؟ كندير لانتيغرال ديال هاد ترافاي اليمونتير من ال بي ديال داك لا فورس وكنلقاه صافي وكنلقاه شنو هو. إذن حنايا نحتاجو هاد ليكسبغسيون ديالو يعني هي ليكسبغسيون ديالو. دابا ندوزو لتالت حاجة غادي نشوفوها اللي هي القدرة ديال واحد القوة يعني البويسونس دان فورس القدرة ديال تقوة البويسونس ديال فورس يعني بي ديال داك الفورس اف واللي هي عبارة عن عدد اش كتساوي لينا؟ ما هي الا الشقاق يعني ديال دي ديال داك الترافاي من ال بي ولا من او حنا خدامين على او ام باش نبقاو ماشيين لديك الفيكتور دو بوزيسيون ديال داك لا فورس اف سور دي تي بارابور ا ار. هادي هو البويسونس. حنا هاد الشغل الجزئي ها هو لقينا ليكسبريسيون ديالو غنبدلو هنا يعني البويسونس ديال داك لا فورس اف شنو اللي كتساوي ليا؟ هي اف داك لا فورس فاش في دي ديال او ام وهنا سوغ دي تي بارابور ا ار. هنا راه عندنا الضرب ياك عندنا الضرب يعني بالنسبه عفوا يعني بالنسبه البويسونس بي ديال داك لا فورس اف اش كتولي كتساوي لي؟ ممكن نفرق هنا تولي لي لا فورس اف ها هي وهنا يولي دي او ام سوغ دي تي بارابور ا ار فوا دي ديال او ام سوغ دي تي وهنا بارابور ا ار. شنو هي دي او ام سوغ دي تي بارابور ا ار؟ هي هنا ما نخدمو بها في السينيماتيك راه هي الفيتيس يعني بالنسبه للبويسونس ديال لا فورس اف اش كتساوي لي؟ هي اف
فاش في الفيتاس ديال داك البوان ان دون داك الغوبير ار. اذا هذه هي العباره ديالاش ديال البويسونس. دابا ندوز نشوفوا يعني من بعد ما شفنا البويسونس نشوفوا شنو لينيرجي سينيتيك. حنا اي واحد تدوي له لينيرجي سينيتيك راه كيعرف ليكسبريسيون ديالها لينيرجي سينيتيك. لينيرجي سينيتيك اللي سولتي يقول لك قوس سي، يعني سولتي شي واحد في الاولى باك راه قرينا، يعني هي واحد على جوج فوا الكتله اللي هي ام ديال داك البوان ام فوا في او كاري. هنا غادي ندير واحد التذكير، عندي واحد فيكتور اي، الا درت البرودوي سكالير ديال اي مع اي شنو كيساوي ليا؟ هو الماندام ديال الفيكتور الاول الماندام ديال الفيكتور الثاني اش في الكوسينيس الزاويه بيناتهم، هو نفس الفيكتور الزاويه اللي بيناتهم مع نفسه راه هي زيرو، كوسينيس زيرو هي واحد. اذا بالنسبه لاي هنا اي فوا اي يعني اي فيكتور اي سكالير اي راه هي اي او كاري اش كتساوي ليا؟ و اي في اي راه هي المسافه اي او كاري. برهنت عليكم برهنت عليها بالخف وصافي. اذا هنايا المتجهه اي او كاري كتساوي ليا المسافه اي او كاري. اذا هنا هذه المتجهه ممكن نحولها يعني تكون سي شنو اللي كتساوي ليا؟ هي واحد على جوج ام فوا في دو ان دو ار او كاري غير حولتها. حنا دابا نجي ندير ديريفي ديال هاد او سي دي ديال او سي سو تي تي بارابور ار شنو اللي كتساوي ليا؟ واحد على جوج كونستون ام كونستون، يعني هنا واحد على جوج ام غتخرج يبقى لي دي سو دي تي ديالاش ديال هاد في دو ام دون ار او كاري. مزيان حنا شنو كنعرفوا على الديريفي ديال مثلا لو قلت لك الديريفي ديال اكس او كاري ولا نحيت هنايا في راه هي فونكسيون، فحيت فونكسيون ندير اف على بويسونس ان. شنو هو الديريفي اف على بويسونس ان؟ راه هو ان في اف بريم في اف على بويسونس ان موان زا. هذا هو الديريفي ديال اف اوس ان بريم، يعني دي ديال اوس سي سو دي تي بارابور ا ار شايكو كيساوي ليا هنا واحد على جوج ام. هنا شنو عندنا حنا ان هي جوج يعني غنطبقها هنا، يعني هنا عندنا اف هي في دو ام دون ار و ان عندنا هي جوج يعني جوج غتهبط. ها هي عندي الاشتقاق ديال داك في ديال داك الفونكسيون يعني تي ديال في دو ام دون ار سوغ دي تي هنا بارابور ار، وفاش مضروبة عاوتاني في اف اوس ان موان زان يعني في اوس اتنان ناقص واحد، جوج ناقص واحد راه هي واحد يعني في في دو ام دون ار. اذا بالنسبة ليا هنا دي ديال اوس سي سوغ دي تي بارابور ار اش كتساوي؟ هنا جوج مع جوج مشات بقات ليا هنا ام، هنا هاد في دو ام دون ار ممكن ترجع لهنا هي في دو ام دون ار، وبالنسبة لهاد دي ديال في دو ام دون ار سوغ دي تي بارابور ار راه ما هي الا لاكسيليغاسيون هي ا دو ام دون ار. ممكن هنايا باش نمشي لذاك البرانسيب فوندامونتال ديال الديناميك هاد ام نقربها لاكسيليغاسيون، اذا غتولي ليا دي ديال كوس سي سوغ دي تي بارابور ار ديريفي ديال لينيرجي سينيتيك اش كيساوي ليا؟ هو ام في لاكسيليغاسيون ام في ا دو ام دون ار، هنا فاش في الفيتيس في في دو ام دون ار. وهنا دابا غادي نبدا الحالات ديالي، واش انا عندي ريفيرونسيال غاليليا ولا نون غاليليا؟ على حساب الحالات، حيت في ريفيرونسيال غاليليا هاد ام فوا ا سي فوا ا دو ام دون ار يعني لا ماس ديال داك بوان ان في لاكسيليغاسيون ديالها في داك الريفيرونسيال راه كيساوي لي حاجه بالنسبه للريفيرونسيال غاليليا، وبالنسبه للريفيرونسيال نون غاليليا كيساوي لي حاجه ثانيه. هادشي اللي شفنا في البرانسيب فوندامونتال اللي هو دوزيام لوا ديال نيوتن. اذا بالنسبه لهنايا بالنسبة إلا كان عندي واحد الغيفيرونسيال غاليليا فبالنسبة لداك ام فوا ا دو ام دون ار شايكو كيساوي ليا هو لا صوم ديال لي فورس اكستيريور مطبقة على داك البوان ان. إذا هنا يمكن لي نجي نعوضها بالنسبة للغيفيرونسيال غاليليا، إذا تي ديال او سي سوغ تي تي بارابور ا ار شايكو لي كتساوي ليا ام فوا ا دو ام دون ار باش نبدلها بلا صوم دي فورس اكستيريور نطبق على داك البوان ان. وهنا فاش في في دو ام دون ار الا قلت لك نرجعوا للبويسونس دان فورس غتلقى ليه البويسونس دان فورس بي ديال اف يمكن كنا خرجناها من بعد هاي مزيانه من خرجناها من بعد هاي البويسونس دان فورس شنو قلنا؟ البويسونس ديال واحد الفورس هي الفورس في الفيتاس ديال داك ام دون ار. ولاحظ معايا هنايا اي هنا عندي لاسون ديال لي فورس يعني بلاص ما نكتب هنا اف نكتب لاسون ديال لي فورس وبلاص ما نكتب هنا اف نكتب لاسون ديال لي فورس. اذا هذه كامله شنو هي؟ هي البويسونس ديال لاسون ديال لي فورس ديال لي فورس اكستيريور مطبقين على البوان ام. اذا بالنسبه لدي ديال او سي
سوغ تي تي بارابوغ ار شنو هي؟ راه هي بي ديال اش؟ ديال اف ولا لا صوم، حيت انا عندي لا صوم ديال لي فورس اكستيريور مطبقين على داك البوان ان. اذا هذه هي تيوغام دو مومون سينيتيك. شنو تيوغام؟ شنو هذه الحصه السابقه؟ تيوغام دينيرجي سينيتيك بالنسبه الريفيرونسيال غاليليان، بالنسبه لواحد الريفيرونسيال نون غاليليان. ريفيرونسيال نون غاليليان فكنعرفوا بلي ام فوا ا دو ام دون ار لاكسيليراسيون اش كتساوي ليا؟ راه برهنا عليها حنا من قبل، يعني ايب شونجمون دو ريفيرونسيال كيربط لي داكشي ان. هي لا سوم دي فورس اكستيريور مطبقين على البوان ان، ولكن هنا زائد شنو؟ داك الفورس دو كوريوليس، يعني الفورس دينيرسي دو كوريوليس بلوس الفورس دينيرسي ديال اش؟ دونترينمون. هاد الفورس دينيرسي دو كوريوليس راه هي ناقص ام في لاكسيليراسيون دو كوريوليس، لا فورس دينيرسي دونترينمون راه هي ناقص ام في لاكسيليراسيون ديال اش؟ دونترينمون. يعني راه ساهل هادشي. شوية ساهل، ماشي ساهل يعني في مرة، ولكن شوية ساهل. المهم إذا هنايا لاسون إذا هنايا دي ديال تو سي سوغ دي تي شتولي ليا في هاد الحالة، دي ديال تو سي سوغ دي تي بارابوغ ار بالنسبة لغوبيغ نون غاليليان، ولا بالنسبة لغيفيرونسيال نون غاليليان. ام فوا ا دو ام دون ار بالنسبة لغيفيرونسيال نون غاليليان راه هي هادي. إذا هنايا لاسون دي فورس اكستيريور مطبقين على البوان ام، هنا بلوس لا فورس d'inertie de Coriolis plus la force d'inertie d'entraînement. Hadi chi fesh f scalaire v de m dans r. اذا هنايا عاوتاني ممكن نرجع عندك البويسونس قدره. هنا كانت عندي اف، هنا عندي هاد المجموعه ديال لي فورس. اذا بلاص ما نكتب هنا داخل اف نكتب هاد المجموعه ديال لي فورس. اذا هنايا دي ديال او سي سور تي تي بارابور ا ار شنو تولي هي البويسونس ديال اش؟ ديال لا سوم دي فورس اكستيريور، وهنا بلوس لا فورس دينيرسي دو كوريوليس بلوس لا فورس دينيرسي دونترينمون. ها هو هنايا عاوتاني عندنا واحد الحاجه شنو هي؟ دابا هنا هاد لا سوم ديال لي فورس، هنا بحال الا قلتي نشرتي هاد البويسونس ديال هاد لا سوم ديال لي فورس زائد الفورس، هو شنو البويسونس ديال هاد لا سوم دي فورس زائد البويسونس؟ حيت هنا نشرتي هذاك الشيء العادي طيك، حنا نجيو نشوفو حيت اللي عادي تحيد لنا من هنا هي هاد لا فورس دينيرسي دو كوريوليس، ما تبقى لناش هنا باش ما بقاوش كل مره نحسبوها نحيدوها. دابا حنا هنايا البويسونس ديال اش؟ ديال الفورس دينيرسي دو كوريوليس اش كتساوي ليا هادي؟ شنو هي البويسونس دو فورس؟ هي داك الفورس، يعني هنايا نكتب الفورس دينيرسي دو كوريوليس شنو سكالير في دو ام دون ار. هنا الفورس دينيرسي دو كوريوليس شنو هي؟ بي ديال لا فورس دينيرسي دو كوريوليس. بالنسبه لا فورس دينيرسي دو كوريوليس شنو هي؟ راه هي ناقص ام فاش في لاكسيليراسيون دو كوريوليس دو ام دون ار، وهنايا مضروبه في في دو ام دون ار. مزيان. اذا بالنسبه ليا هنا راه نكتب غير لاكسيليراسيون دو كوريوليس ديال البوان ام بلاش ما ندخل داك الريفيرونسيال. اذا بالنسبه لهنايا البويسونس ديال لا فورس دينيرسي شنو اللي كيساوي ليا؟ شنو هي لاكسيليراسيون دو كوريوليس؟ لاكسيليراسيون دو كوريوليس اللي عقل عليها هنا بالنسبه لناقص ام هي. بالنسبه لاكسيليراسيون دو كوريوليس كنا لقيناها هي جوج، وهنايا عندنا الفيكتور دو روتاسيون فيكتوريال شنو؟ فيكتور فيتيس في دو ام دون ار. وهنا برا عندي سكالير شنو؟ في دو ام دون ار. ايوا دابا خصك تذكر معايا شنو قلت لك انايا في الحصه الاولى، اول حصه درناها في الميكانيك دو بوان في الغابيل ماتيماتيك. شنو قلنا؟ قلنا بلي الا كان عندي البرودوي فيكتوريال ديال تي مع في فهذا راه شنو؟ بيربونديكولير مع اي، وهذا البرودوي فيكتوريال ديال تي مع في راه بيربونديكولير مع في. صافي راه متعامد مع في. والبرودوي سكالير ديال دو فيكتور متعامدين شحال كيساوي؟ زيرو. علاش؟ حيت الزاويه ما بيناتهم اما بي على جوج ولا ناقص بي على جوج. كنعرفوا بلي البرودوي سكالير هي المنظم ديال الفيكتور الاول في المنظم ديال الفيكتور الثاني في الكوسينوس الزاويه. فوقاش كاين عادم الكوسينوس الا كانت داك الزاويه اللي داخل هي 90 ولا ناقص 90 درجه، اي هي اللي بي على جوج ولا ناقص بي على جوج. اذا هادي وهادي راه متعامدين، يعني هاد البرودوي سكالير بيناتهم شحال؟ هو زيرو. زيرو في ناقص ام في جوج راه هي زيرو. اذا هنا البويسونس ديال لا فورس دينيرسي دو كوريوليس شحال كيساوي؟ زيرو. اذا هذا غادي نحيدو من هنا صافي، غنضرب عليه
من ناحية هذا زيرو، فهنا شنو غيبقى ليا؟ عير بي بويسونس ديال لا سوم دي فورس اكستيريور، وهنا بلوس الفورس دينيرسي دونترينمون، هذا كيساوي ليا هاد ديريف يعني ليكواسيون ديفيرونسيال بالنسبة بالنسبة لواحد الريفيرونسيال لون غاليليا، فراه هي هادي. هذا هو البرهان على هذا ديوريم دينيرجي سينيتيك بالنسبة لواحد الريفيرونسيال لون غاليليا. إذا إلى حصة مقبلة إن شاء الله، باش من بعد ندوزو للتمارين ديال هاد البارتي ديناميك دو بوان ماتيريال باش نفهموها مزيان.